السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة عايزين نتكلم عن احتباس البول في القطط. جولدن، حالة توم كات، قط ذكر، ودي كومن جدا، دي جولنا محتبسين. يعني تعاملنا معاه ازاي؟ كل ده هنقوله النهاردة ان شاء الله. طبعا الحالات دي تعتبر حالات امرجنسي بتجيلنا، وبنبقى واخدين كل الاحتياطات ان هي تطلع من العيادة يعني كومبليت كومبليت هيلينج، لان ممكن ترجع ريكارنت تاني في اي وقت. عملنا ايه مع جولدن ان شاء الله بالتفصيل هنقول النهارده. اول حاجه بالبالبيشن وبالفيزيكال اكزامينيشن، يعني لقينا المثانه ملانه بول. بعد كده قلنا الاونر المفروض الستبس اللي نمشي عليها، الخطوات 1 2 3. اول خطوه طبعا المفروض الترا ساوند السونار، زي ما انتم شايفين كده في السونار المثانه هي دي، اللي هو الدايره دي المثانه ممتلئه بالبول، اوكي. وحتى لون اليورين جواها يعني مش طبيعي، حتى لون اليورين نفسه مش طبيعي، المفروض يبقى بلاك اكتر من كده. عملنا برضو الترا ساوند على الكيدني بالسونار، شفنا الكليه واتضح لنا ان البول يعني كميه البول اللي في المثانه عامل يعني ماليه المثانه، وكمان في فولو اب تاني للكليه، يعني الكليه ملانه بول من فوق برضو، اوكي. ممكن يكون ترسب كريستالز وبعض الحصوات والحاجات دي. عملنا طبعا يورين اكزامينيشن اتضح لنا ان هي استروفايت كريستالز، ده شكل الكريستالز والحصوات، اوكي، والاملاح يعني تحت الميكروسكوب. بتبقى طبعا ليها شارب اند، نهايه مدببه، وده اللي بيجرح في جدار المثانه. البلاد تيست عملناه وتاكدنا ان الكليه الحمد لله تمام، ما كانش حصل مشاكل في الكليه، وشيكنا على الليفر وكل حاجه كله وزن نورمال رينج. فيعني الموضوع مرتبط اكتر بالمثانه ومرتبط اكتر بال بال بالاملاح، اوكي، وعدم الانتظام في اخذ اكل معين. المفروض القط ده يمشي عليه طول عمره، خلاص هياخد رويال كاناين يوريناري اس او، هيفضل يمشي على الاكل ده مدى الحياه، لانه في اي وقت هيرجع تاني هيجي له احتباس بول تاني، وهتبقى فيه مشاكل كتير، اوكي. طبعا في تحليل البول كمان عملنا سنتر فيوج، وتشوفوا لون البول عامل ازاي، كله دم، المثانه ملانه دم، اوكي. فضينا طبعا المثانه كامل يعني الحمد لله. بعد ما فضينا المثانه بدانا نعمل فلاشينج، بنحط محاليل للقط بريت معين بنظام معين لمده كام يوم، بحيث نحاول نقلل ترسب الحصوات والكريستالز دي. واحده واحده طبعا الدنيا هتظبط، ولون البول هيرجع تاني للون الطبيعي. ادينا كورس من المضاد الحيوي وكورس من مضاد التهابات، ادويه الحصوات طبعا، والحاجات اللي هي اكتر سبورتيف للبلادر يعني لجدار المثانه، كل دي حاجات مهمه جدا جدا في العلاج، سيستوفان وادويه الجهاز البولي والمثانه وكده. بس الحمد لله الوضع احسن، لان هو بيجي بعض قطط كمان بتبقى عندها اكيوت نيفروزس او اكيوت رينال فيلير مرتبط باحتباس البول. الحمد لله كان حالته افضل بكتير، بس مجرد مأثر على المثانة، يعني هو فضل عندنا في العيادة كام يوم لحد ما حالته تتحسن، وان شاء الله متابعين معاه بالادوية لحد ما حالته كومبليت هيلينج يعني. بس حابة اقول ان الحالات دي كومن جدا جدا، بالذات في ذكور القطط، لان اليوريثرا او القناة البولية بالنسبة لهم بتبقى رفيعة جدا في المخرج بتاعها، فتراكم اي حصوات او استخدام اكل مش مناسب او اكل رديء، اوكي، الناس اللي بتسترخص في اكل القطط بيؤدي المشاكل للقطط دي بعدين. فيا جماعه ما نسترخص في قططنا، بالذات موضوع الاكل لو هو هاي كواليتي هيمنع عننا مشاكل تانية وبرضو مصاريف تانية وألم ووقت هنضيعه في العيادات يعني. فنتمنى كل الخير لكل القطط ان شاء الله. ولو حابين اي سؤال او اي استفسار ابعتوا لي كومنت كمان على تابعوني على الانستجرام بتاع العيادة، اي سؤال في اي وقت اتس اوكي، بنرد على الناس.
ان شاء الله يعني ما نشوفش مكروه في اي قطة بإذن الله. شكرا.